بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ انا النهارده جبت حاجات المدرسه، حبيت ان انا اقول لكم الاسعار. انا عارفه ان انا جايباها بدري شويه، بس معلش عشان خاطر تعرفين الاسعار طبعا بتغلى والدنيا بتبقى زحمه، فحبيت ان انا انزل بدري شويه عشان اجيب الحاجات، يعني الحاجات اللي عندي. انتوا طبعا شايفين الكميه، هتقولوا عليها اللي هي كميه كبيره او كتير. لا، انا شايفه غير كده خالص. انا شايفه ان انا الحاجات دي بتقضيني الترم الاولاني، وتقريبا بتقضي كمان الترم التاني. يعني لما بروح اشتري الترم التاني بشتري حاجات بسيطه، ما بشتريش الكميه دي كلها. السنه دي ان شاء الله ابني داخل اولى ابتدائي، ومن راحه 5 ابتدائي، فطبعا الحاجات بتكتر. كل ما الطفل بيكبر سنه كل ما استهلاكه للحاجه بيزيد. فانا جبت شويه حاجات كده، حبيت ان انا اعرفكم عليها واقول لكم الاسعار عشان يبقى عندكم خلفيه يعني عن الاسعار. انا جايباهم من الفجاله. الفجاله ديت اللي ما يعرفهاش هي فرانسيس، الفانز اللي من القاهره، اكيد هيبقوا عارفين الفجاله. الحاجات ديت بسعر الجمله، يعني انا لو رحت اشتريتها من بره اكيد هشتريها اغلى من كده بكتير، فانا وفرت في الفلوس واشتريت الحاجات ديت بسعر الجمله. انا سألت في المكاتب عندي قبل ما اروح اشتري، سألت على دستة الكشاكيل اللي هي 60 ورقة. الدستة بتبقى 10 كشاكيل 60 ورقة. لقيتها ب40 جنيه. 40 جنيه كتير قوي، ما اشتري 10 كشاكيل ب40 جنيه، يعني الكشكول واقف بكام؟ واقف ب4 جنيه. فانا فكرت تاني وحسبتها مع نفسي، قلت لا لازم اروح اشوف الاسعار هناك اسعارها ايه. فلما رحت لقيت الدستة عاملة 25 جنيه، فرق من 40 ل 25، فرق كتير طبعا. فانا اشتريت من هناك واشتريت بكمية. هنشوف دلوقتي اشترينا ايه مع بعض. اشتريت طبعا دي اول حاجة، دي كشاكيل، دي 100 ورقة، ده كشاكيل 100 ورقة. انا فتحت بقى اللزق اللي بيبقى، هما بيبقوا متبرشمين، فانا فتحتهم عشان نشوف مع بعض اشتريت ايه. بصوا الشكل بتاعها بيبقى من جوه عامل ازاي. بصوا الورقة بتاعتها خامتها حلوة كمان. هنا الكراسة متبروزة يعني مش سطرة. ناس كتير ما بتحبش الكراريس اللي هي مش سطرة ديت، بس هقولك على حاجة، في اطفال ما بتعرفش اللي هي تسطر الكراسة بتاعتها، فبيبقى بالنسبة لها اللي ده بيبقى احسن واريح كمان. يدوب بيكتبوا موضوع الدرس والتاريخ وبيكتبوا على طول الدرس بتاعهم، فبيبقى اسهل عليهم، بيبقى كمان بيحسن شكل الكراسة اللي انت مسطراها كده، وبتبقى مربعة بتبقى شكلها شيك قوي. دلوقتي ديت الكشاكيل اللي هي 100 ورقة، احنا قلنا الستين ب25، المية ديت جبتها ب32، والتمانين جبتها ب30، دي 80 ورقة. بصوا زي ما انتوا شايفين برضو نفس القصة، خامتها حلوة جدا، المتسطرة برضو من جوه بالشكل دوت كده، ديت ب30. اللي ب25 بقى اللي هي 60 ورقة بالشكل ده كده. بصوا الكراسة كمان عليها رسومات شكلها حلوة قوي، بتفرح الاطفال. بصوا كل كراسة وليها الرسمة بتاعتها. تقريبا بيبقوا 5 كراريس نفس الرسمة وخمسة التانيين مختلفين. بصوا بالشكل ده كده، برضو من جوه متسطرة بالشكل ده. بصوا شكلها حلو جدا، وزي ما انا قلت لكم كده الكشاكيل اللي هي 60 ورقة ديت ب25. جبت كمان الكشاكيل برضو مسطر، لا كراريس، كراريس مسطرة. ليه كراريس مسطرة؟ لان بنتي بيعوزولها في المدرسة كراسة املا، كراسة تعبير، كراسة نحو، كل ده انا ما برضاش اديها كشاكيل، بديها كراريس علشان خاطر ما بيستخدموش يعني الحاجات كتير، فالكشكول بيبقى في ورق كتير ما استخدمتهوش، فانا بصراحة بيصعب عليا يعني الكشكول، فبستخدم لها الكراريس بحيث اللي هي خلصت الكراسة تاخد بدلها بس كده. ديت الكراريس. جبت كمان رسم بياني، رسم بياني علشان خاطر هما يستخدموا الرسم بياني، بتستخدمه من تقريبا 3 ابتدائي او الترم الثاني في 3 ابتدائي، فجبت برضو رسم بياني لان انا ساكنه في مكان مفيش مكتبه، كل المكاتب بتبقى جنب المدرسه، فبيبقى اسهل عليا لما الحاجه كمان تبقى عندي في البيت. جبت كمان كراريس رسم، كمان جبت الكراريس الرسم ديت اللي هي الرسم الصغيرة ديت، سكتش صغير. ليه بقى جبت سكتش صغير بالكمية ديت؟ لان عندنا في المدرسة بتاعتنا
بكل ما كل مدرسة بيبقى لها كراسة نشاط، مطلوب منك اللي انت كل درس تاخديه في المادة دي، انك اللي انت تعملي لها كل درس تعملي النشاط بتاعه. فعشان كده انا جبت دستة، وما ينفعش اللي انت تاخدي اقل من الدستة، لازم الدستة كلها على بعضيها. وكمان انا قلت ليوسف داخل كمان المدرسة السنة دي، فاكيد المدرسين طبعا مش هيغيروا الروتين اللي هم ماشيين عليه، فاكيد هم كمان هيطلبوا من يوسف نفس القصة. فعشان كده جبت دستة وقلت هتنفعني. يعني الدستة ديت سعرها 30 جنيه، هي 30 كراسة. كمان جبت دوت انجليزي، دي كشاكيل انجليزي. جبت دستة برضو قلت هتنفع كمان يعني لمنة في سنة خمسة وليوسف في سنة تانية في اولى ابتدائي. جبت كمان 9 تستر، دي كشاكيل 9 تستر، دي عشان خاطر يوسف بقى داخل اولى ابتدائي. ومربعات برضو نفس القصة، دي كشاكيل مربعات عشان خاطر هو بيعوز اكيد يعني هيعوز مربعات، مش هيكتب في مسطر على طول. كده انا جبت الكراريس وجبت الكشاكيل وخلصت الحاجات الورقية بتاعتي، بس لسه ناقص لي يعني تقريبا كده حاجتين او 3 حاجات. ايه هما؟ انا نسيت بصراحة اللي انا اجيبهم. نسيت اجيب ورق فلوسكاب، انا بجيب لها على طول دستة ورق فلوسكاب، نسيت اجيبها المرة دي. وكمان الورق اللي هو الزبدة اللي بنرسم عليه الخرايط، في الدراسات بيبقى محتاجينه، في العلوم كمان عشان ترسم الجهاز الهضمي والكلام دوت بيبقوا محتاجينه يعني، بس بصراحة انا نسيت خالص. اقرب فرصة هروح هجيبه على طول بإذن الله. اوريكم بقى بقية الحاجات، هشيل بس الحاجات دي من هنا ونشوف مع بعض بقية الحاجة. بالنسبة بقى للجلادات، انا جبت جلاد للكتب دوت كده، الشكل اللي هو الشفاف دوت. انا بحب اجلد لهم الكتب، بيحافظ على الكتاب شوية. انتوا عارفين طبعا الاطفال بيبقوا شقاه يعني، والكتاب عشان الكرتون او ورق فبيتقطع على طول، فانا بحب ان انا اجلده لهم بالشفاف دوت. ده ب5 جنيه الباكت، انا جبت 2. جبت ايه تاني؟ جبت الجلاد الاخضر دوت، اللون الاخضر، جبت باكت واللون البني والازرق والاحمر والاصفر. طبعا جبت من كل حاجة باكت واحد، لان انا عندي من السنة اللي فاتت متبقي عندي. جبت كمان اللي هو مرسوم عليه دوت رسومات، بصوا مرسوم عليه كده رسومات. جبت بس الاحمر والاصفر، مرضتش ازود فيه يعني عشان خاطر معرفش المدرسة هتقبل بيه ولا لأ، بس منا شبتت فيه فانا مرضتش ازعلها يعني وجبته لها، بس ان شاء الله يعني المدرسة هتقبله. وممكن كمان للكراريس اللي هي بتاعت المهارات، عندهم بيدوا مادة في المدرسة اسمها مهارات، ازاي تطوري من اعادة تدوير الحاجة يعني، فممكن يعني الميز بتاعتها تسمح بالحاجات ديت في المادة ديت. وجبت كمان التيكت دوت، التيكت ده انا عندي من السنة اللي فاتت دوت، ده صبياني مرضتش اجيب السنة دي بناتي، وده اللي متبقي عندي من السنة اللي فاتت، دي حاجة بسيطة هي مش هتكمل معاها. بس بصراحة سامحوني انا نسيت السعر بتاعها كام. دي اللي انا جبتها السنة دي، جبتها ب20 جنيه، 10 ورقات، فيها 100 تيكت، هي يعني 100 واحدة، 100 واحدة من دي، ب20 جنيه، هي بالشكل دي كده، هي اللي اختاريتها عشان شكل بنات يعني. الرسومات اللي هي بتاعت البنات الكرتون اللي بيجي دوت. كمان جبت الدوسيهات ديت عشان كل مادة انا بحب احط في الشنطة بتاعتها المادة، الكتاب بالكراسة او بالكشكول بتبقى جوه الدوسيه، وبحط لها تيكت كده على الدوسيه من بره، اللي ديت مادة مثلا العربي، مادة الحساب، على حسب يعني. انا كنت جايبة السنة اللي فاتت الدوسيهات اللي هي بسوستة، هي قماش، بصراحة هي عايشة معايا لحد دلوقتي ما حصلهاش اي حاجة، بس انا لما رحت عشان اشتري ما لقيتهاش، فاضطريت ان انا اشتري اللي هو بالكبسونة دوت اهو بالشكل ده كده. بس ان شاء الله لما اروح المرة الجاية لو لقيتها هجيبها على طول، لان هي خامتها حلوة قوي. الدوسيهات ديت ب10 جنيه، الكمية دي كلها. بصوا كده الجلاد بتاع السنة اللي فاتت، ده الجلاد اللي بتاع السنة اللي فاتت متبقي عندي، بص بالكمية ديت. فطبعا قبل ما استخدم دوت هستخدم بتاع السنة اللي فاتت دوت، كنت جايباه الشكل دوت كده. مش فاكرة كان سعره كام بصراحة، بس اللي انا افتكره اللي هو كان ما كانش غالي يعني، ما كانش اغلى من الدرجة دي. تعالوا بقى بعد كده نشوف الاقلام والمقالم والحاجات ديت. دي بقى بقية الحاجة، تعالوا نتفرج عليها. بس انا نسيت اقول لكم ان انا جايبة كمان جلاد لونه ابيض بالشكل ده كده اهو، نفس الماركة، الماركة ديت جميلة جدا، انا بستعملها من زمان، اسمها العهد.
لما تروحي الفجالة اسألي عليها، الجلاد بتاعها خامته تقيلة كده، مش الجلاد الخفيف اللي بيتقسي على طول، او من اقل حاجة تلاقيه اتخربش كده وبقى شكله وحش. ماركة حلوة جدا. يلا بقى نقول بقية الحاجة اللي احنا جبناها. جبت اول حاجة المقلمة ديت، دي مقلمة اليوسف بالشكل ديت، هي ب20 جنيه. بتتفتح من هنا كده، بتضغطي عليها هنا كده جامد عشان تتفتح. هي دورين يعتبر، الناحية دي كده بتحطي هنا حاجات وبتشيليها وتحطي حاجات تانية بالشكل ديت. انا جبتها صبياني علشان خاطر يعني رسمة عربية، عشان هو ولد يعني. جبت له واحدة بس ليه؟ لان انا جايبه له ديت السنة اللي فاتت وهو ما بوظهاش ولا عمل فيها اي حاجة، فقلت ديت القلم ده يستخدمها للالوان، وديت للاقلام والمسطرة والاساتيك يعني كده. هو عنده 2 عشان ما يشبطش في الاثنين بتوع منا. جبت بقى ديت لمنا، شكلها عجبني قوي، اللي هي الشكل دوت كده بسوستتين. السوستة ما شاء الله خامتها حلوة بالشكل ديت كده. هي مجسمة، اسمها مقلمة مجسمة، دي ب35 جنيه، بسعر الجملة. انا لما مشيت شوية لقيت محل بيبيعها، فطبعا الفضول اتني، فروحت عشان اشوف سعرها كام، لقيت سعرها 45، ففرق 10 جنيه. طبعا فرق كتير، ده في الفجالة. لو انا بقى هروح اشتريها من محل بره اكيد السعر هيختلف، هيبقى اكتر من كده يعني. واشتريت لها ديت كمان للالوان، شكلها شيك قوي وشكلها حلو كده، كيوت للاطفال يعني. بتتفتح برضو من هنا كده، هي حاطه فيها هو الاقلام ديت. جبتها لها عشان الالوان، انا بحب الالوان بتاعتها تبقى يعني منفصله عن المقلمه. اليوم اللي بيبقى عندها فيه رسم بتاخد المقلمه بتاعه الرسم والالوان، كراسه الرسم والالوان يعني، بيبقى ليها مقلمه معينه. كده منا انا جبت لها مقلمتين زي يوسف بالظبط. انا قلت دي ب35 ودي ب15، المقلمه اللي هي البنانيتي ديت ب15. جبت كمان اله حاسبه، هي السنه اللي فاتت استخدمت الاله الحاسبه، بس انا ما جبتش اله حاسبه ماركه ولا حاجه يعني، جبتها حاجه بسيطه كده. وان شاء الله هجيب لها بقى اللي هي الاله الحاسبه الكبيره يعني. دي ب25 جنيه بالشكل ديت كده، هي بتتقفل لوحديها. طبعا الاسعار اللي بقول لكم عليها دي جمله، انا لو رحت جبتها من مكتبه او من محل بره اكيد هتبقى اغلى من كده بكتير. جبت لها كمان الورق الفوم ده، هي نفسها فيه، هي بتحب تعمل اعاده تدوير للحاجه. ده 20، ده 10 وحدات ب20 جنيه، بس مش بيلزق، ما بيلزقش. جبت كمان البرايات ديت، دي 25 برايه. البرايات ديت 25 برايه، هم حاطين جواها الاستيكه مش عارفه ليه بس ما علينا يعني. دي 25 برايه ب25 جنيه. عجبتني قوي شكل البرايه، السن بتاعها اللي هو الموز بتاعها ده حامي. استخدمتها لقيتها خامتها حلوه بصراحه، شكلها كمان حلو. كمان البطرمان لما جيت البيت لقيت من هنا شكل الحصاله، فقلت يا منى تستخدمه كحصاله يعني. وزي ما انا قلت لكم بقى على البرايه، معلش جالي تليفون فكان غصب عني لازم اروح ارد يعني. دي دباسه، انا مش ما كانش عندي دباسه، فاضطريت ان انا اشتري دباسه. انتوا عارفين بقى الولاد كل ما بيكبروا سنه عن السنه اللي قبليها بيحتاجوا حاجات اكتر، فمنى كانت بتحتاج دباسه السنه اللي فاتت، فبصراحه ما كانتش عندي. فاول لما لقيتها في المكتبه في الفجاله اشتريتها على طول. دي ب15 جنيه. في حجم اقل من كده وفي حجم اكبر من كده، في احجام يعني مقاسات، ده حجم تقريبا رقم 3. دي ب15. وجبت كمان الاساتيك ديت، انا كنت على طول بجيب لهم الاستيكه اللي هي لونها سودا ديت. انا عندي من السنه اللي فاتت تقريبا 2 بس، شايلاهم يعني، بس هطلعه لهم الاستيكه تقريبا يعني، الواحده بمقام 4 من دول بالحجم ده كده، بصوا قد كده. بس سعرها غالي يعني، فبصراحه السنه دي ما رضيتش ان انا اجيبها، وقلت يعني اللي عندي هستخدمها ليوسف لمنى، ودول ليوسف طبعا انتوا عارفين الولاد الاساتيك بتضيع في المدرسه. ده الباكت عفوا، ده الباكت ب15 جنيه. جبت ايه تاني؟ جبت قطعة السلوتيب ديت. طبعا انتوا عارفين لما بنيجي نجلد الكتب او نجلد الكراريس بيبقى في حته كده من الكراسه فيها جلاد، ما بتبقاش شكلها حلو. فانا جبت قطعة السلوتيب دي ب12 ونص،
سعرها حلو. سألت عليها في كذا مكتبة جنب المدرسة، لقيتها ب25 جنيه وب30، فلقيتها ب12 فجبتها على طول. وجبت كمان السلوتيب دول 10 مع بعض ب15 جنيه. حجمه كده كبيره، مش صغيره يعني. بس طبعا هي على قد ديت. بصوا اللي ما يعرفوش يعني، دي بتتحط هنا كده اهي بالشكل ده كده، بتحطيها هنا وبتاخدي السلوتيب كده وبتقطعي وبتلزقي بيه الحاجه اللي انت عايزاها. كمان جبت السلوتيب دوت الاشكال ديت بالشكل دوت كده، منه في المهارات زي ما انا قلت لكم في الاول بتعوزي الحاجات ديت، فجبته لها دي ب 10 جنيه. جبنا كمان ايه، جبنا ادوات الهندسه ديت. هي عندها واحده من السنه اللي فاتت بس كله طبعا اتكسر ما عدا البرجل. انا جبتها لها تاني لان هي هتحتاج. ايه المكونات بتاعتها؟ فيها مسطره، فيها 2 مثلث، فيها منقله بالشكل ده كده، والبرجل طبعا اكيد ان شاء الله هتستخدمه السنه دي. هي ما استخدمتش لسه البرجل السنه اللي فاتت، ما استخدمتهوش. البرجل جاي معاه سنون وجاي معاه استيكه بالشكل ده كده، شكلها حلو قوي. دي ب15 جنيه. جبت كمان الاقلام ديت. بصراحة انا اول مرة اشوفها، اللي عارفها يقول لي عليها. هي اول ما شافتها قالت لي يا ماما انا عايزة منها. بتشوفها مع صحابها يعني في الفصل وكده. الاقلام دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن القلم بيكتب مثلا اللون اللي هو دوت، بصوا كده ثواني عشان القلم لسه جديد بس. اهو بيكتب اللون دوت، مش عارفة هو واضح ولا لأ. اهو كل ما القلم بقى بيخلص اللون بتاعه بيبدأ يجي اللون اللي بعديه، يعني اللون البرتقاني ده لما يخلص هيجي اللون الاصفر، بعد كده اللون الموف، بعد كده الايه، على حسب القلم من جواه ايه. اهو بالشكل ده كده. الباكت ده ب20 جنيه. هي المكتبة كانت عاملة عليه عرض، هو بيتباع اكتر من كده. اهو في 12 قلم. جبت لها كمان الاقلام الجاف ديت، خامتها حلوه قوي. هي بتحب كمان الاقلام اللي سنها رفيع. القلم اهو بالشكل دوت كده. العلبه فيها 12 قلم ب15 جنيه. اهو النوع دوت، مش عارفه واضح ولا لا. اهو بالشكل دوت. انا كنت هنا بجرب بس القلم، معلش. طبعا اخوها صغير مش هيستخدم الاقلام الجاف، فانا جبت لها هي العلبه ديت الباكت ده والعلبه ديت، ده ب15 وده ب20. هي كمان استخدمت، قالت لي بتستخدم كروريكتور، فقالت لي انا عايزه واحد كروريكتور، فجبت لها واحد بس كده يعني، ده ب7.5. جبت كمان علب الوان. علب الالوان ديت الرصاص، الواحد ب15 جنيه. بس انا فكرت تاني، هو هيديني كده 2 ب15. قلت طب انا هاخد ليه 2 ب15، ما انا ممكن اخد الثلاثه جمله هيقف عليا الواحد ب10 جنيه. فكده انا كسبت علبه. انا ما وفرتش حاجه بس كسبت علبه معايا، يبقى انا كده خدت التلاتة ب30 جنيه. بصوا الخامة بتاعتها. انت كمان ممكن انت واختك او انت واي حد عندك في العيلة يعني تجيبوا حاجتكم بالجملة، هتوفر معاكي كتير قوي. مش عارفة هو اهو بالشكل ده كده. دي الالوان خامتها حلوة قوي، انا جربتها اول ما جيت. السن بتاعها تقيل ما بيكسرش بسهولة يعني. كمان جبت الاقلام الرصاص ديت، دي اليوسف بقى. اقلام الرصاص ديت خامتها حلوة، ده الباكت ب15 جنيه بالشكل ده كده. بصوا بالشكل دوت. هو اتش بي مكتوب على العلبة، لا هو الحقيقة مش اتش بي، هو ماركة كده، بس انا لقيتها يعني شكلها حلو والخامة بتاعتها من هنا كمان حلوة. وجربت القلم لقيت السن بتاعه تقيل كده ما بيتكسرش بسهولة برضو. جبت كمان بقى اللي هي ديت اقلام الرصاص ديت، طبعا كلكم عارفينها دي. جبتها برضو ليوسف وجبتها لمنى. قلت منى كبيرة طبعا هتبقى فاهمة هي بتستعمل ايه. اهو بالشكل ده اهي. هي خامتها حلوة جدا ومعروفة. دي ب25 جنيه، الباكت ده ب25 جنيه. فقلت استخدم هي مش غاليه قوي ليوسف، والغاليه ديت لمنى. وطبعا لو يوسف عايز منها هديله طبعا، مفيش اي حاجه. جبت كمان المساطر ديت، انا ناقص لي مساطر لسه هجيبها، اللي هي مساطر فين وادوات الهندسيه بس اللي هي الفردانيه مش تبع العلبه. المساطر ديت الباكيت كله ب10 جنيه، فطبعا انا جبتها قلت هتنفعني في البيت.
انتوا عارفين الولاد المساطر بتتكسر على طول، وطبعا ما ينفعش تشتري من المكتبه مسطره واحده، فاشتريت العلبه على بعضيها بالشكل دوت كده. جبت لها كمان الالوان البرونزيه ديت، هي بتحبها. انا بصراحه كنت هجيب لها التمانية او كنت هجيب لها الستة، فقالت لي لا يا ماما انا نفسي في الاتناشر، فبصراحه جبتها لها على طول. دي 12 لون ب 30 جنيه، ده سن تخين طبعا، دوت ماركه حلوه طبعا، احلى من انا كنت بجيب لها نوع تاني، بس لقيت الماركه ديت احلى يعني النوع دوت. جبت كمان ايه، جبت كمان الوان اللي هي الفولوماستر، هو يوسف تقريبا مش هيستعملها السنه دي، بس لازم اجيب له طبعا زي اخته عشان خاطر ما يشبطش يعني في حاجتها، اهو بالشكل دوت. هي بتحب تستعملها، كمان لما بتستعملها بتستعملها بطريقه حلوه قوي، ما تطبعش في الكراسه في الورقه اللي بعد اللي بعديها يعني. جبنا كمان ايه، جبنا كمان البريه ديت، بس في واحده تاني بتاعت منا بس مش عارفه هي فين دلوقتي. شكل تليفون ايفون بالشكل ده كده، دي ب 3 جنيه. البريه من جوه شكلها حلو قوي، ما فيش المسمار اللي هو بيبقى محطوط هنا في البريات، فعشان كده هي عجبتني. كمان بتتخلع من هنا وتتركب تاني زي ما انت حابه يعني بالشكل ده كده. انا نسيت اقول لكم ديت سعرها 10 جنيه، فجبت 2. كده الفيديو بتاعي خلاص، الحمد لله خلصت لهم مشتريات المدرسه. ناقص لي حاجات بسيطه يعني، مش حاجات كتيره، يعني حاجات بسيطه بقى كده، اللي هي الحاجات بقى اللي بتفرح بقى الولاد، اللي هي بريه مثلا مش عارفه شكل ايه، شكل تاني يعني، قلم مش عارفه ايه، والمساطر اللي هي الفين وادوات الهندسيه الفردانيه يعني هجيبها لها ان شاء الله، والورق الفلوسكاب، الحاجات يعني البسيطه ديت، وطبعا اللانش بوكس والزمزميه وشنط المدرسه والحاجات ديت ان شاء الله هعمل لكم فيديو بيها. انا مش عارفه الفيديو ده هيطول معايا، هنزله على فيديوهين ولا هخليه على فيديو واحد. اتمنى الفيديو يعجبكم، لو عجبك الفيديو دوسيلي لايك، ولو اول مره تشرفيني دوسيلي اشتراك وفعلي الجرس. ولو اي حد عنده اي معلومه عايز يسالها لي، عايز اسم المحل اللي انا جبت منه من الفجاله، ماشي ما عنديش مانع، اقول له اسم المحل واقول له وادي له كمان رقم التليفون. الاسعار ديت مش هتلاقيها في اي حته تانية. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.